احد افضل حراس المرمى في العالم حاليا. جمهور الهلال رحبوا معي بنجم اشبيليا السابق ونجم اسود الاطلس والهلال حاليا ياسين. ياسين، نادي الهلال دائما ما يتمتع بحراس كبار وجاءهم حارس كبير اليوم، ايش توجه لهذه الجماهير اللي جاءت الحضور لمشاهدتك اليوم؟ صراحه احساس كبير نشوف الجو هذا والجماهير كبيره، ان شاء الله.